إن كانت الحاجة أم الاختراع، فإن الحاجة إن لم تتوفر لها قوة الإرادة والتصميم والهمة العالية فلن يتيسر سبيل للإيفاء بمطلوباتها. ومطلوبات الحاجة للاختراع ومقومات وقدرات الوصول إليه حاضرة بقوة في نفس الطالب محمد إسماعيل حاج علي وعقله المتفتق. فهبة الخالق الذي جادت عليه بقدر عالٍ من العبقرية والذكاء أعانته في تنفيذ فكرته، وذلك بالتحكم الكامل في الجرار الزراعي بدون سائق. المشروع ده الدوائر اللي استخدمناه فيه، استخدمنا الدوائر بتاعت اللاسلكي الاف ام، موجات الرادي بترسل بموجات الرادي، وهنا في البرنامج ده بتقوم عندنا دائرة بتاعت استقبال من الجهاز بتاع اللابتوب، تستلم الدائرة بتاعت الإرسال، بتسلمها دائرة الاستقبال دائرة تنفيذية، يعني جات إشارة رقم واحد بتسلمها للدائرة في الجزء رقم واحد، بتنفذها، بتشغل الموتور أو الجهاز بتاع الهيدروليك أو الحاجة المتحكم فيها في التراكتر رقم واحد، الإشارة رقم اثنين بتشغل رقم اثنين، الإشارة رقم ثلاثة شغالين بثمانية إشارات كافية للتراكتر، بالبوابة بتاعت المنفذ المتوازي بتاع الحاسوب البيطي بورد، بتصل الإشارات للآلة وبتبدأ العدة الميكانيكية بقيام بالآلات، يعني يمكن يكون قريب لي في الآلة ذاته الشغل قريب لي مفهوم الريبورت العالي برضه، مدمج منه إنه بيقوم بمحاكاة الإنسان في السواقة بتاعت التراكتر كاملة، بيضغط الكلتش بيبدأ بالتدوير، بيرفع المحاريد بينزلها متى ما طلب، العقل المدبر باعتباره الجهاز بتاع الحاسوب المتصل مع الدائرة بتاعت التراكتر عن طريق الموجات بتاعت الـ FM دي. أصل الحكاية أن محمد كان أثناء العطلات الصيفية يعمل كمساعد سائق لجرار زراعي قبل أن يكتسب القدرة على قيادته، فراودته الفكرة حتى نجح أثناء دراسته للحاسوب بكلية العلوم والتقان بجامعة شندي في تنفيذها. لما جيت درست مجال الحاسوب، في مجال الحاسوب ذاته حاولت أربط ما بين البرمجة والدوائر الإلكترونية اللي بشتغل فيها، والمهم بمساعدة الزملاء البحث ذاته، تفتيش عن القطع واستخداماتها بطريقة بقت علمية، وإنه استفيد من خارج المنفذ لتوظيف الأوامر بتاعت القطعة دي. تنفيذ الفكرة عمليا كان شاهدا عليه أحد الخبراء في كلية الهندسة والتقنية بجامعة وادي النيل، ألا وهو بروفيسور إبراهيم شكري، الذي وقف مجدوها أمام عقل كبير لطالب لم يكمل بعد دراسته الجامعية. من ناحية فنية أنا أفتكر الراجل ده عمل عمل ممتاز جدا، والعمل ده حتى ممكن يسوق ويباع في شكل تجاري، طبعا ده اتجاه يعني انا افتكر حقه الناس التغاني هنا في الزراعه يهتموا به ويعمل لهم فريق ويضعوا الشاب ده واحد من الفريق او على راس الفريق ده ويبتدي ينفذوا المشروع ده. المشروع طبعا يمكن يكون هو تجميع بتاع اجزاء العاب بتاعت اطفال وغير وانتنا عاديه بتاعت رادي عاديه وكده، وهو قدر منها يعمل شيء، فكده اللي احنا اشترينا القطعه الاصليه بتاعت الاشياء دي وربطناها مع بعض وعملناها في شكل صندوق ممكن نستفيد منها في شيء كتير. بالاضافه لكده يعني المشروع ده ممكن يتنفذ في مجال تاني غير المجال بتاع ان نسوي تراكتر، ممكن نستعمله في تحكم بتاع حاجات كثيره جدا ميكانيكيه واليه. واختيار محمد إسماعيل للجرار الزراعي دون غيره من الآلات والمتحركات بناه على فلسفة خاصة وتبرير حشد فيه الأسانيد الموضوعية والمنطقية. التراكتر من أكثر الآليات المنتجة هنا وفي حوجة ليه الشغل بها ومشاكل كثيرة، أنا ذات في الإجازات وفي الفترات دي اشتغلت بالتراكترات كثيرة، فدي فكرة بتاع التحكم في آلة المجدية مع لغات البرمجة، لأنه الشغل تكراري، الشغلة بتاعت الحراطة تكرارية، التراكتر بيظل يكرر لحد ما يغطي كل المساحة المطلوبة، واللغات بتاعت البرمجة الملف التنفيذية العادية دي بمقدرتها انها تشتغل الشغل ده، فما بالك لغة الذكاء الاصطناعي ممكن تبقى في توجيه الآلة لحد المنطقة الماشالية. أما إدارة نقل وتوطين التقان بوزارة الزراعة الذي قدمت الإعانة والحفز المعنوي لمحمد إسماعيل، فهي ترى بأنه من الممكن الاستفادة من الفكرة في تطوير العمل بالآليات الزراعية. الجرار الزراعي آلة مهمة جدا خاصة في ولاية نهر النيل، هنا عندنا شغل بتاع الحراطة والتسوية والتطريد، عملية هامة جدا، وزي ما قال هي عملية بتاعة الحراطة عملية بتاعة التكرار، يعني التراكتر بيمشي في مسار معين وبيكرر نفس العملية، أيضا في التسوية برضو نفس الطريقة بيمشي في مسار معين وبيكررها، وهو استطاع أنه يطور العملية دي بدون بالاستغناء عن السائق، وزي ما معروف يعني في الفترة الأخيرة سائق الجرار أصبح يعني 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 سلعة 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 قيمة جدا، لأنه في الفترة الأخيرة معظم سائقي الجرارات اتجهوا نحو التعدين العشوائي
في الذهب. فالفكره الاليه او العمل الاوتوماتيكي للجرار بدون استخدام الصاغ يعني هي فكره سره وفكره رائده، نتمنى انها تجد القبول ونتمنى انها تجد الرعايه. ويعود بروفيسور الشكري مذكرا بضروره ان يجد الطالب محمد اسماعيل جهه ما تتبناه وترعى افكاره بالتطوير والتجويد والتنفيذ وتهيئ له المناخ الملائم لابتكار وابتداع افكار جديده. فانا افتكر يعني انه الشاب دي عمل عمل ممتاز جدا، والعمل دي الناس ما حقه تجهله، لان انا متاكد الشاب ده لو الناس تركوه على حاله دي حيحصل لاتي، حيحصل حيمشي يشتغل ويبقى مهندس ويربي اطفاله ويدخلوا المدارس ويقروا وقفه الخضار وينسى كل شيء. لكن الشاب ده لو الناس من حاسه دي بتت يعني تعتني به وتستفيد منه، انا متاكد حيكون له فائده كبيره جدا. ده من ناحيه. من ناحيه ثانيه الحقيقه عاوز اتحدث عن الشاب نفسه. انا افتكر يا اخوان دي نوعية أو جودة من الشباب السوداني موجودة بكثرة، ما هو لوحده، وفي كثير جدا من جامعاتنا فينا زي ديل. نحن محتاجين نهتم بهم، ننفض عنهم الغبار ونبتدي نخليهم يطوروا نفسهم ويطور لنا الأعمال الزيدية. وأنا متأكد يعني إحنا ممكن يعني من وسط الشباب ديلا نعمل عمل كثير جدا جدا، وممكن يفيدوا البلد دي فايدة كبيرة جدا. ويدين محمد إسماعيل بالفضل الكثير لكل من أعانه في تنفيذ الفكرة ونجاح التجربة على صعيد الأسرة وكلية العلوم والتقانة بجامعة شندي وإدارة التقانة بوزارة الزراعة بولاية نهر النيل، لكنه يعرب عن امتنان خاص لزميلته عايدة دارسة الفيزياء التي أسهمت بقدر عال في تنفيذ الفكرة عبر مجال دراستها. الأدوات اللي أنا عملتها عبارة عن حاجات بتستقبل الإشارة بتقوم بتنفيذها، بحيث انه لما تصل النبضة بتوصلها للمعدة الميكانيكية اللي هي بتقوم بالحركة الآلية المعروفة في التراكتر، كلها عبارة عن أجهزة بتاعت ريلي وترانسستور ودايوتات لمنع بعض الإشارات. الريلي لما تصل النبضة والإشارة بيقوم بيرسل إشارة للجهة اللي هو موصل معاه، بيدينا بيتحكم في الآلة الموصلة معاه. أول الشغل بتاعه عموما عبارة عن إرسال واستقبال وتنفيذ للدوائر. وتبقى الإشارة وبإلحاح لضرورة إيلاء الدولة لمزيد من الاهتمام بأفكار ومشاريع ونتائج البحوث العلمية بالدعم والتمويل والتبني والرعاية المباشرة، إن كنا نرغب حقيقة في ارتياد آفاق النهضة والتقدم بين الشعوب. عصام الحكيم لبرنامج كاميرا الشروق، ولاية نهر النيل.